بتوصلوا لل 70,000 لايك بنعمله بتالين. هلا حاليا لؤي نايم وجورجو عم يدرس، فشو احلى شيء برايكم اعمله؟ انه روح اقول له لجورجو مشي نعمل مقلب ببابا. ما عم بقدر علي صوتي مشان لؤي ما يفيق ويسمعني ويروح كل شغله فاضي. ليك مامي شو عم تعمل؟ بدرس. احلى شيء انه بيدرس هون والطابه جنبه هون، انه امكن له ينيمها جنبه كمان. شو رأيك بهاي؟ انت جبتي اياه؟ شو رأيك نعمل مقلب ببابا؟ ما عم نقدر نعلي صوتنا مشان لؤي ما يسمعنا بالمرة. انا ماما تحط مايكروفون. هلا شو نعمل؟ نفوت ناخد استراحة من الدرس هيدا. شكر الله. يلا شكر الله. بس هلا بدنا شي نص ساعة لنعمل السلايم. يلا هلا بنقوم نحضر السلايم. ليكو 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 متحمس. جيمي فايف. رح نفوت على الحمام ونحضر كل شي. خلوكم معنا. يلا بدنا نجيب هاي. ماما انتبهي يا جماعة. هلأ صرنا بالحمام بس مشان نحكي براحتنا ونعمل كل شي براحتنا. بس انت بحي إذا دقينا هنيك يا بابا رح يسمع. ما رح يسمع. يلا تعال شو هلأ رح يحمل الجاف هاي. هلأ ما فيها كتير مشكلة. ليكو قبل ما نكمل بدي أحكي لكم إنه نحن عاملين قبل هيدا قبل هالمرة هيدا المقلب بجورجيا، فروحوا شوفوه هو على القناة. بس وقت عملت لي ماي وهذا وسلايم هيدي عانى شتمضي، بس انا ضليت تقريبا شي ساعة ونص بس عم يتحمم. لا بالاخير هلا لؤي نفس الشي بده يصير. بعرف انا بتحمي سلمي ريحته شو طيبة. يلا 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 ما بيتاكل. اي ريحته مثل الهلك. احكي شوي احكي شوي. يوووو محتاجة تفاصيل الدقيقة. ما بيتاكل شوي من بس. واو فائق يا اخوات مش الحال. يلا يلا. واو استشفى حاش حاش لازم هلا نخلط خلط. يلا لازم هلا نخلط لندوق السائل جنباته او هدول المكسكات، بعدين ننطر تقريبا شي 10 دقائق ونكفي. بالله هلا بدنا ننطر 10 دقائق؟ قولنا انه هيدا المقلب ينجح ان شاء الله. ليه حتى هلا لؤي بده يدق عليها باب الحمام مشان عم تعملوا جوا. ليك شو صار في ايه ما تقبل. رح احط لكم المقلب اللي عملته انا بجورجيا على قناتي باخر الفيديو هيدا وبصندوق الوصف تحت. سلايم ليكو كيف عم بيصير؟ لا بس 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 دخلت دخلت بالاخير ما بدي بس كأن قصة بالضماي. حاج ليك مطي مطي مطي. واو ايش عم بتخيل انه هلا بده يدق علينا؟ ما بعرف انا متخيل بده يدق علينا من هون من الهدا. ليك شو عم يطلع من ايدنا؟ تعي نخلط نخلط بايدنا. هيدي ما بقى بنحتاجها. هي ما بقى بنحتاجها بس ما توسخ. نو 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 نو. بتعرفي بعد هيدا المقلب قديش بدي نظف؟ هل تعلمون هذا الشيء؟ وهل تعلموا قد ايه بدي اجمع سلايم انا؟ هلا استنى مطرقة شوي. لا 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 خلص. هاي ما مطرقة ما مطرقة. ليك ليك ما احلى. بعرف بس بدنا مطرقة. هي قصدي ما يصير اسمك من هيك مشان هو يعني عرفت؟ بتعرفوا انه لؤي رح يجن من هيدا المقلب لاني ليتحمم ويخلص وعنده توصيل جورجي على النادي عنده فوتبول على 7 وهلا الساعة 5:30 ما رح يلحق يتحمم عن ايدي بزور لنشان
يلا جورجيا. اول شيء حاطيه حذانه ايه بدي اقول لهم بابا احنا عم نحكيك بتعرف اذا الواحد نايم بده يستوعب وهيك شو انت ما بتقدر تسمعي. هلو والله ما في شي ما شو في حدا بيحكي او ماي جاد سلايم إذا زيرو بيدخل على العين بيصير شيء؟ ما بعرف. يا شو صار في؟ ما بيعطيني بدي جمع. لا 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 لا. لؤي. تعالين وضريب. تعالين وضريب. لا. تعالين وضريب. يا. يا الله يا الله عبيت الارض لؤي بدي اعبي يا لا 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 وحياتي لا وحياتي لا طيب انا ما عم تفتح لازم يا ليك واتخذ ليك الارض انا عم جمع لؤي هلا عيني ما عم تفتح هلا عن جد وضريب ليك وبعتقد انه هيدا اخر مره لؤي بينام وبيتركنا يعني هي اخر مره هي ثاني مره بينام بهي الغرفه وبيندم عن ساعه جايز تفرجوا الجمال بس تعليم عم بيبعوا عن ديني كيف بدأ يروح عن شعرك فرجين الوش لا 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 مبروك حبيب المقلب love you ليكو كيف صار شكله هاي مقلبها وإيديك حبيبي هذا مو مقلب عن جد مو مقلب لكن شو اسمه أنا بدي أبرو فيكي شو اسمه شو اسمه شو اسمه طب تعيني شركت يعني والله واحد بحرم ينام على خوف قال واحد بحرم ينام عنا وين بدك تنام عند الجيران لا بدي أجيب أبن للغرفة أنا جيب حبيبي نستكشفه للقفل احلى شيء يا جماعه انه جورجيو مكيف لاني عم بجمع سلايم من الارض بس هو كله على بابي يعني ما فيك تجمع انت ليكو اتخذت يا جماعه كيف صار بس ليكو بدي اعمل تجربه على او ماي جاد للحاف لا ليكو للحاف ليكو او ماي جاد لا لا ما علي كيف يعني هلا شو لازم تعمل يا حلو؟ شو؟ لازم تكفي درسك. يلا. لا. ما في مجال إنه ما يكون عجبكم الفيديو. تعرفوا قد ايه عندي شغل هلا ما في خبركم إن ده يعني بدي أشتغل شيء يمكن ساعة ونص ساعتين وأنا أمسح وأغسل مدري شو. لا بالسلايم الوحدة بدها تضل ساعتين. لأنه عن إيدي ضل تقريبا شي ربع ساعة. لأني هلا لو أي جورج رح يتركوني ويروحوا وكل الشغل على راسي أنا. المهم اذا عجبكم هيك نوع من الفيديوهات والمقالب بعدكم بتحبوا هيك شيء كثير بتوصلوا لل 70000 لايك بنعملوا بتالين هلا انا وصلوا لل 70000 لايك 50000 لايك يا جماعه 50 بس لا اعمل بجورجي مقالب لا اعمل بلو اي مقالب ما بتخيلوا قد ايه جايبه عده لأعمل فيه مقالب لايك وشير للفيديو لحتى كتير ناس يشوفوه بهيك تزداد اللايكات وكمان اكتبوا لي بالكومنت تحت شو حابين يكون المقلب الثاني تابعوني على الانستا رح احط لكم حسابي هون تابعوا لو اي جورج معلش حرام تابعوني مو مشكله وصلوني لل 10000
حرام وصلوا لل 10000 زلت عليه. يا جماعه بحبكم كثير كثير، رايحه اشوف له ايش صار فيه شكله، لاني يعني كثير مكرهاني حاليا، يعني كثير اكثر ما بتخيلوا. بحبكم كثير كثير كثير، باي.